بتستعد النجمة العالمية شاكيرا لإحياء الحفل الغنائي الخاص بمهرجانات الأرز الدولية بمدينة بيروت في لبنان يوم الجمعة يوم 13 يوليو. ومن خلال الحفلة هتعود شاكيرا للبنان بعد غياب لسنوات طويلة. وأعلنت اللجنة المسؤولة عن المهرجان أن شاكيرا باعت حوالي 60 مليون أسطوانة في أنحاء العالم، وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها جائزتين جرامي و10 جوائز جرامي لاتينية والعديد من جوائز الموسيقى العالمية.